ماشي تموتي. السلام عليكم، تعرف بحضرتك؟ محمد عادل. يا اهلا بحضرتك. كلمنا النهارده عن الثانويه العامه، ليك مين جوه؟ والله ليا ابني ان شاء الله في ثانويه عامه. ربنا يكرمه ان شاء الله ويوفقه. وربنا يوفقه ان شاء الله. احكي لنا بقى عن الصعوبات اللي واجهتها مع الثانويه السنه دي. والله الثانويه العامه دي يعني كابوس لكل اولياء الامور، سواء دروس او مذاكره وسهر وتعب وارهاق يعني كل المتاعب اللي في الحياه كلها بتشوفها في يوم الثانويه العامه دي. هو لجنه علميه؟ علم ان شاء الله. علم علوم؟ علم علوم ان شاء الله. ايه رايك في العربي يعني بعد المراجعه معاه وكده، ايه رايك في؟ والله هو الحمد لله ان شاء الله يعني ربنا يكرمه باذن الله، وهو متفوق يعني في العربي ده ان شاء الله ربنا. والسنه كلها يعني حصص ودروس والكلام ده، فلازم دروس. الاعتماد الاساسي على الدروس ولا على طبعا التعليم كله النهارده دروس خارجيه، مفيش المدرسه مفيش مدرسين اصلا يكونوا فيها، فمفيش سبورت حتى للمدرسه اساسا يعني. فطبعا الطالب بيعتمد على الدروس الخارجيه والمدرسين الخصوصيين، ما بيعتمدش على مدرس المدرسه في اي حاجه ولا على المدرسه في اي حاجه. ايه اكتر المواد اللي هي كان بيواجه فيها صعوبات السنه دي وتعمل ان هو ان شاء الله باذن الله يعدي فيها بتفوق؟ المواد العلميه طبعا الكيمياء والفيزياء الاحياء والجيولوجيا، المواد دي طبعا هي تعتبر اصعب مواد، المواد العلميه، بس ربنا وفقه هو كل زمايله يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله وبقيه الامتحانات يعني ان شاء الله. ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك، شكرا لك.